أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لك يا الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبع دينك يا حبيب الله. وبعد، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. مستمعين مستمعات، حاضرين حاضرات، جماعه مجلس ربوان أجوم رحمكم الله، sebelum kajian dua kitab tasawuf dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, membenarkan niat, meluruskan maksud dan tujuan kita berkumpul di majelis Rebuan Agung ini, agar sepulang dari majelis kita berkat ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat dan menarik cahaya-cahaya ilahi serta keberkahan-keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Barokah wawasan Ummul Quran, Ummud Doa Suratul Fatihah, ingkang kita hadiahkan datang guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugiyo dipun terami dening Allah lan manfaat maslahah soho barokahipun mugiyo nyumrambah dateng ruhaniah kita, pribadi kita, keluarga kita, usul lan furuk kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedayanipun mugiyo tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafa'atipun fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، لهم الفاتحة. وإلى جميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين، خصوصاً الأنبياء أولي العزم من الرسل ونبي الله خاتم وإياس عليهم الصلاة والسلام، لهم الفاتحة. وإلى جميع الملائكة، خصوصا الملائكة المقربين من الكروبيين والروحانيين والعلويين والسفليين، ونخص خصوصا إلى أئمتهم سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا الروح عليهم السلام، لهم الفاتحة. وإلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أصحاب العشرة المبشرة بالجنة، وخصوصا خصوص الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنه، لهم الفاتحة.
وإلى جميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا من الأئمة والمجتهدين، خصوصا أئمة مذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لهم الفاتحة. وإلى جميع أولياء الله ورجاله ومشايخ طرق الصوفية أجمعين، على الأخص الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ علي الشاذلي والشيخ ابن عربي والشيخ الإمام الغزالي والشيخ الجنيد البغدادي والشيخ أبو يزيد البسطامي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد ضياء الدين مصطفى الكمشخنوي والشيخ ابن عطاء الله الزكندري والشيخ ابن عجيب الحسيني والشيخ ابن رجب الحنبلي والشيخ ابن القيم الجوزي والشيخ محمد أمين الكردي والشيخ محمد خالد العثماني والشيخ علي رضا محمد أمين الخالدي والشيخ وأصولهم وفروعهم، لهم الفاتحة. وإلى جميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا، خصوصا الأولياء التسعة أولهم سنن أمبل وآخرهم سنن كليجوكو، وأصولهم وفروعهم ومريديهم ومحبيهم، بالخصوص شيخنا خالد زيسو بي سهلا بحج الياس بيوت إخوان بحردوان بويا أحمد سيف الهدى بحيي هاشم يا واحد كستر مفقي ماسن مناتي بحيي محمد بأقد بطل مكس كسوتي كي تاوام، لهم الفاتحة. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسالكين والسالكات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا وقربتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأصدقائنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا كلهم أجمعين، لهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا أهل قبور kita sedaya، monggo kita ingat-ingat kanthi nyebat asma-asmanipun. غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم، لهم الفاتحة. وهدية ألف ألف فاتحة نهديها إلى جميع جماعة أهل الصفا والوفا، اللهم بحق المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة اجعلهم من أهل الصفا والوفا، وجعلنا وإياهم من التوابين ومن المتطهرين، وجعلنا وخيارهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لنا ولهم الفاتحة. نيات مقصود tujuan حاجات harapan dan cita-cita kita، barokah istiqomah ربوان agung kita، يسارنا الله به أمورنا أمور الدنيا والآخرة، خصوصا أمورنا أمور التقرب إلى الله سبحانه، لنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا هدي يا عليم يا مبين، يا هدي يا
alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz ya ghaniyu ya qawiyu ya qadiru ya aziz. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul jami' Al-Syeikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Kamishkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih, wa amaddana bi asrarih, wa a'ada alayna min barakatih, wa afadu alayna min nafahatihi fid daraini, amin. والنفس في الأحوال. ودرجة النفس في الحقائق. تروح بنفس الحياة لحقانية وبسط الرحمة الرحمانية. Dan jenjang kenaikan nafas ilahi dalam hakikat-hakikat ketuhanan adalah kepuasan batin yang dirasakan sebab kehidupan yang sama seperti yang dirasakan di luar dirinya. Kepuasan batin yang dirasakan sebab keadaan kehidupan dalam diri yang sama atau serupa dengan keadaan kehidupan luar diri. Lihaqqaniyatin, karena haqqaniyah. Haqqaniyah niku berada di keadaan yang sama-sama hak. Wabastir rahmatir rahmaniyah, dan gemar mencurahkan kasih yang tak pilih kasih kepada siapa dan apapun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setiap tarikan nafas kita hendaknya menaikkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah, seperti naik satu tangga, satu tangga, satu demi satu tangga.
iki munggah mesti. Kedudukan kita di sisi Allah di setiap tarikan nafas itu mestinya menaik, menaik dan terus menaik seperti naiknya tangga. Jika setiap keluar masuknya nafas dibarengi zikir, kalau bisa dibarengi uns, keakraban, atau kalau bisa dan zikir qurb terus uns. Jenjang kenaikan nafas dalam hakikat-hakikat ketuhanan adalah kepuasan batin yang dicapai sebab haqqaniyah, sebab keadaan kehidupan ruhani dengan kehidupan jasmaninya sama-sama sempurna, sama-sama hak lahir batin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah